يعني مريض كان من والله بنت كان عندها 21 سنة أو 22 سنة بتلعب هاندبول وكان عندها ورم كبير جدا في القلب. طلعنا ورم من القلب حجمه زي كرة التنس مثلا يعني دي حاجة من الحاجات اللي وكان على الجانب الأيمن من عضلة القلب حاجة نادرة. والحمد لله دلوقتي رجعت تلعب هاندبول تاني دلوقتي من الحالات اللي هي القليلة ما بنشوفهاش كتير يعني. أيوة طب. برضو بعض المرضى اللي بيبقى عندهم انعكاس في وضع القلب اللي هو القلب اليميني يبقى القلب بتاع الناحية اليمين. فاحنا كان في مريض عنده حمى روماتيزمية وصمام من صمامات القلب كان بايظ فدخلنا نغيره. احنا دايما بنقف على يمين المريض واحنا بنعمل العملية. في الحالة دي اضطرينا نقف على الناحية الشمال عشان نقدر نعمل العملية. القلب معكوس كل حاجة معكوس. احنا غيرنا وضع الجراحين وضع العملية تماما وضع مكنة القلب يعني غيرنا عملنا تغيير في وضع العملية. برضو من المرضى اللي انا اتذكرهم الحمد لله ربنا كرم ومشي كويس. حالات كتير بنقابلها يعني مرة دخلنا لقينا جلطة كبيرة داخل القلب قفلة كل القلب وشلنا جلطة يعني حجمها قد كرة الهاندبول يمكن من كتر ما شلنا جلطة يعني حجم كبير زي غيرنا الصمام برضو من الحالات اللي احنا ودي بتقول لنا التأخير في العملية. انت فضلت موجود لحد ما تكون هذا الكم من الجلطات ده يعني احمد ربنا ان حتة من دي بس ما سابتش مكانها وراحت للمخ. ما الجلطات دي في القلب ما بتروح لأي حتة في الجسم. فدي برضو من الحالات اللي كانت صعبة جدا. لدرجة احنا من الحاجات دي انا مصورها يعني انا قصدي محتفظ يعني في حالات انت بتحتفظ بصور الحاجات دي من كتر ما هي بتبقى حالات غريبة يعني.